إذن هذه هي المراسم ديال انطلاق الأشغال في انتظار حضور عامل الإقليم لإعطاء انطلاق الأشغال لبناء مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا توزيع بعض حافلات النقل المدرسي، كذلك إعطاء تسليم سيارة الإسعاف للجمعية الإقليمية للوقاية من دعم لوقاية ودعم مرضى السرطان اللي هذه هداها البطل عز قلاح، هداها الجمعية الإقليمية للوقاية من دعم السرطان، هذه هيبة من البطل العالمي عزيز قلاح للجمعية. إذن في هذه اللحظات يوصل عامل الإقليم.
حميد دار الاول عيط لي خليت Thank you.
البشر.